دعا منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي نظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي العربي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المؤثرة في تحقيق النمو والتنمية. جاء هذا ضمن التوصيات التي صدرت اليوم في ختام المنتدى الذي انطلق أمس بالقاهرة، وشدد المشاركون على أهمية معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة. هذا المنتدى الاقتصادي احنا كلجنة فرعية اشتغلنا على محاور متعددة لكيفية إنجاح مثل هذا المنتدى والخروج بتوصيات ومخرجات يتم تنفيذها لتعاون كافة الدول العربية من خلال تجارب ناجحة لبعض الدول، يتم توافق ما بين كافة الدول على تنفيذها للعودة بهذا المنتج لصالح الوطن العربي بالكامل. المشاركة في المنتدى العربي مشاركة استشراف على دراسات مستقبلية بحكم المركز في إطار تعاون اقتصادي عربي ومشاركة في اقتصاد والنهضة بالاقتصاد الليبي، وما نراه من مشاكل في الوضع الحالي ما بين حرب الروسي الأوكراني، وما دور فعالية المركز الليبي في استشراف ورؤية مستقبلية واضحة في دراسة وخطط لاقتصاد الدول العربية ودولة ليبيا تحديداً.